قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. المعصومين الأئمة الاثنتي عشر من الملائمة وأنما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقكم وأن الموت حقكم وسؤال منكر ونكير في القبر حقكم والبعث حقكم والنشور هين والصراط هين والميزان هين وتفاير الكتب هين وأن الجنة والنار هين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أفهمت يا غنيرا كنت يا الإسلام ثبتك الله بالقول الصعب ويخرج من تميل ثم المخصوص الصحيح. رحمك الله إلى صراط المستقيم وفق الله بينك وبين مرجعك يكون مستغادا لزحمتك. اللهم جافر الله عن جنبيها بسئل بروحها إليك ولن بها من قبرها. اللهم عفك عفك عفك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سجم المرهومة المعلومة مرهومة عن رقم منذ هشام بالفاتحة.